السلام عليكم الاخوان الاخوات. الجمهور المغربي في قطر ما لقاش التذاكر، مشكله صافي والله الا مشكله بالله. وصلونا بزاف ديال الاوديوات تيقولوا بانه الجمهور تما كاين تيقلب على التذاكر، مشكله هذه والله الا ما لقاهمش، والله العظيم لا كارثه صافي. واش المباراه غادي تلعب بدون جمهور مغربي؟ واش شكون يدا دوك التذاكر؟ شكون يخداهم؟ شكون يسد السيت؟ مشكله والله الا مشكله. زعما صراحه قلوبنا مع المنتخب حتى ولا قلوبنا حتى مع الجمهور، راه القضيه دخلت في حيصه بغيص كيف تيقولوا. انتم غادي ندوز لكم دابا بعض الاوديوات وندوز لكم التتمه ديال واحد الفلوق دار واحد المصري على هذه القضيه هذه. انا هنايا من 13 نوفمبر تفرجت تقريبا في كاع تفرجت في جوج ديال المباريات اللي قبل، ما لقينا حتى شي مشكل غير هذا الماتش هذا لقينا فيه مشكل. والمغاربه كامل تقريبا كاملين اللي هنايا شي 80% فيهم ما عندهمش شكيات، وحنا كنعرفوا ان المنتخب ديالنا القوه ديالو في الجمهور. دونك بغينا وصلوا الفيديو ده يا جماعه في كل مكان، هما اللي كيديو التيكيات ديال المغرب. نورمالمون المغربي اولى، و كنشوف انا كاع المغاربه تقريبا كيجيو وكيهضروا معايا نفس المشكل، كنتلاقاو نفس المشكل كيقلب على التيكيات. جينا بغينا نشريو بغينا ندخلوا للتيران ما لقيناش التيكيت، التيكيت والو ما عرفتش. ماشي غير انا، راه التيكيت وينو؟ التيكيت وينو يا جماعه؟ التيكيت وينو للشركه المنظمه؟ التيكيت وينو للموقع؟ التيكيت وينو للناس؟ يا جماعه احنا في دول عربيه يا جماعه، ده جمهور المغربي، فين التيكيت؟ الجمهور بيتساءل، لو سمحت حد يوضح، عايزين الماتش من غير الجمهور المغربي ولا ايه القصه؟ اذا كان الجمهور نفسه مش لاقي تذاكر، لازم نكون الاعلام البديل، ولازم نكون احنا الصوت والحائط اللي بيحمي المنتخب المغربي وجمهوره. اسمعوا راي الجمهور. ادي المغاربه انا ما لقاش تيكيت، واحد شاري التيكيت 200 درهم وباغي يبيعوا لينا ب 800 درهم. 800 درهم 800 ريال يعني قطع. اسمعوا كده، واحد اشترى تيكيت بكام؟ واحد مغربي اشترى تيكيت بكام؟ سوق سوده بقى، اسمع. يعني نجي نحسبوها مغربيه شحال؟ 2500 درهم تقريبا. بزاف اخويا، هذا ما عندوش، انا ما عنديش، هذا مشكل كبير. يعني واحد اشترى ب 1500 درهم، المشجع دوت المسكين دوت بيقول لك طب انا ما عنديش، هو معاه انا ما عنديش. اسمعوا يا جماعه اراء الجمهور، ولو سمحت يصل لكل مكان الفيديو ده، مش هتعدي يعني، مش هينفع نبقى سلبيين، وما ينفعش جمهور المغرب ما يحضرش الماتش ده. اسمعوا الجهات المسؤوله تطرق ليه، اللي كنحاولوا اننا ندخلوا الموقع باش نشوفوا لي تيكي باش نازروا المنتخب ديالنا كونتر اسبانيا، للاسف تلقاو ان الموقع ديما مبلوكي او ما فهمناش بحال يقولوا لنا تذاكر صافي تخاذوا. والمشكل ماشي غير عندي انايا، التذاكر كلهم خلصوا، يعني هما الاسبان ما شاء الله عددهم بقى خلاص مهول، في لحظه حجزوا كل التذاكر، يعني الاسبان حجزوا كل التذاكر والمغاربه اصلا قاعدين هناك، يعني الاسبان عندهم المعاد مثلا او عندهم علم بان الموقع يفتح الساعه كذا والمغاربه ما يعرفوش، ولا الاسبان زادوا وكتروا، ولا ايه القصه يا جماعه؟ حد يفسر لنا، حد يقول لنا ايه اللي بيحصل. اسمعوا الاصدقاء نسولهم نفس المشكل، ما عرفناش شي يقول الايه دي خفيه، شي كاين اللي كيقول بحال بغاو يحاربوا الجمهور المغربي بحكم ذاك لا بريسيون اللي كيديروا على الخصم، بحال بغاو يقللوا من الجمهور المغربي ما يبقاش في الملعب، ولا ما عرفت بيحاولوا يقللوا الجمهور المغربي ما يبقاش في الملعب. طبعا اليوم حق الجمهور المغربي يستغرب، الناس قاعده هناك والله مش بيحجزوا هما بره قطر، الجمهور المغربي من حقه ان هو يكون متواجد، والجمهور المغربي مستغرب، والجمهور المغربي دلوقتي بيتساءل هما مش عايزين الجمهور المغربي يحضر هذه المباراه ولا ايه؟ هل في مثلا حد سحب كل التذاكر؟ احنا مش بنشكك في قطر ولا في الدوله المنظمه، احنا بنقول دلوقتي ممكن يكون حد في اسبانيا سحب كل التذاكر فجاه، احنا عايزين تفسير، ولازم يكون في رد، ولازم يكون في حمايه للجمهور المغربي انه يحضر بكثافه بتاعته المعتبره والمتوقعه، ما يبقاش الجمهور الاسباني اكتر في دوله عربيه، وكمان ما يبقاش فيه فير بلاي، وما بقاش فيه كمان عداله ما بين الجمهورين ان الاثنين يحجزوا، لان مش ده مش معناها يا جماعه في فرق لما انا يكون جمهور اسبانيا اكتر مني فعليا، يعني فعليا التذاكر متاحه للاثنين ولكن الجمهور الاسباني كان اكتر، انا ممكن اتقبلها، ولكن انت مش مخليني اعرف احجز، الجمهور المغربي مش عارف يدخل على المنصه، كل ما يخش على الموقع يقول لك التذاكر خلصت، التذاكر خلصت امتى وليه وفين وازاي ما حدش فاهم. اسمعوا يا جماعه ما شنو السبب هادشي، كاين واحد المشكل كبير دابا في قطر، كاين بزاف ديال الجمهور ديال قطر ولكن ما كاينش لي تيكي، وخاصة أن المغرب أول مرة ثاني مرة كيتأهل دور 16 وخصنا نساندو الفريق ديالنا، المشكل دابا ما كاينش. يعني الراجل المغربي ده بيقول لك يعني احنا دي ثاني مرة في تاريخنا واحنا عندنا كثافة جماهيرية عايز تحضر، مش لاقيين تيكت، مش لاقيين تيكت. طب ازاي حد يقول لنا يعني التذاكر راحت فين؟ ما عارفش واش الجامعة تقدر تدخل في هذا الموضوع ولا شنو، ما عارفش شنو يعني، كنظن الجمهور المغربي بيطلب أي دعم، بيطلب من حد إن هو يتدخل، حد يستفسر، لسه قدامنا وقت يا جماعه، الناس تلحق تشوف حل. الجمهور المغربي دلوقتي في قطر مش لاقي تذاكر، الناس بتتساءل بتقول طب نكلم مين،
طب نحجز ازاي؟ طب نروح فين؟ اسمعوا شي مشكلة لا قدر الجمهور يمشي للتيران وما عندناش تيكي والتيران خاوي وما عرفش يعني نتمنوا يلقاو لهذا الحل في اقرب وقت لان الناس باغين تيكي لازم هادو اللي راهم شادين تيكيات ولا لازم يبيعوا نفسهم مليحه والدوله القطريه ثاني لازم تنقص في السعر شويه رانا ما قدرناش ولا غير حبينا نتفرجوا مباراه المنتخب المغربي. ده مشجع بيقول لك حتى التذاكر اللي تم عرضها غاليه جدا غاليه جدا ويعني بيطلب ان طبيعي دوله عربيه بتلعب في مكان ممتاز جدا ورائع ما بيكرش كتير وحدث تاريخي في دور 16 تذاكر تكون قليله شويه. ده لازم يكون لهم دعم يا جماعه, لازم يكون لهم دعم وليهم فرصه افضل من غيرهم, تسهيلات تذاكر تكون اقل. اسمع لكن الغالب 900 اورو 800 اورو ما نقدروا نشتكي. سعر تذكره 900 اورو, تذكره الواحده 900 اورو دول متوفره, ده اللي لاقينها اللي موجود ب 900 يورو ويا ريتها موجوده. يعني لو موجوده ب 900 يورو رقم كبير جدا يا جماعه لمشجع مسافر وراء منتخب بلاده عشان يشجعه ومنتخب عربي, رقم كبير جدا 900 يورو في تذكره. اسمعوا سوق سوداء بيان سور كل اللي كيشتري هو اكدها لك, قال لك ده سعر السوق السوداء, ما هو ما ينزلش على الموقع طبعا بسعر ده ابدا, ما ينزلش بسعر ده ابدا. نزلت سوق سوداء يبقى في حد سحبها, يبقى كانت محتاجه رقابه. ما دام نزلت سوق سوداء يبقى حد سحب التذاكر دي, لازم تعرف ده مين ولازم يكون في حلول, ولازم التذاكر اللي خرجت بدون معرفه او علم من الناس المسؤوله على الموقع كل التذاكر دي تتلغي وينزل تذاكر غيرها على الموقع, ولازم الجمهور المغربي يحضر بكامل نطاقه وكل الدعم ليهم. اسمعوا كمان التصريح بتاع الاخ المحترم ده. ماشي غير انا الشباب المغرب قطر كاملين دخل الجروبات قاعد شي هذا كلشي كيعاني. يعني انت شريتي 40 تيكيت ولا 30 بحال باش شريتي اخوك المغربي باغي يدخل يتفرج ويشجع هذا الشيء اللي كاين اخويا انا ما لقيتش ما تيكيت ديال 2000 درهم و 3000 درهم هذا الشيء اللي واقع حاليا في قطر كلشي كيعاني من هذه المشكلات. ما نكذبش عليك المغاربه الا كان عندك واحد تيكي زايد ولا هذه ما فيها باس انك تعطي خوك مغربي حتى هو تيكيت فهمتي يدخل يشجع ويساند المنتخب الوطني وديما مغرب ديما مغرب سواء دخلنا سواء ما دخلناش راه المغاربه كاينين في المغرب وكيساندوا المنتخب الوطني بالقلب. هنا كمغاربه لا سواء ديما مغرب وسواء دخلنا او ما دخلناش هنساند المغرب بالقلب. انا هكتفي بالكلمتين بتوع الراجل المحترم ده, ولكن ديما مغرب وديما وطن عربي وكلنا خلفكم وان شاء الله لاقوا حل في الموضوع ده, وكل الجماهير المحترمه لازم تحضر الماتش ده ولازم التذاكر تشوف لها حل ولازم نعرف ايه اللي حصل وهل اتباعت سوق سودا بمعرفه مين, ولازم الجمهور المغربي يكون حاضر لو سمحت الكلام ده يصل لكل مكان لان صوت الجمهور المغربي لازم يصل قبل المباراه المصريه قدام اسبانيا, ولازم الموضوع ما يكونش بيتحسم خارج المستطيل الاخضر. في ناس قالت لك بيتباع سوق سودا ب 900,000 يورو التذكره الواحده والفئه الباقيه مش لاقيه, والفئه الباقيه بتقول لك كمان ده محاوله ان الجمهور المغربي مبقاش موجود. حلوا كل الخلاف ده بمنتهى البساطه, نزلوا تذاكر بسعر مخفض ووفروا تذاكر للجمهور المغربي. التذاكر فين؟ ولا انتوا عايزين الملعب يبقى فاضي؟ التذاكر كلها مسحوبه محدش عارف يحجز. وهل الاسبان معاهم نفس المشكله ولا لا؟ شوفوا حل ووصلوا الكلام ده في كل مكان لو سمحت مش هطول اكتر من كده. كل الدعم للمغرب واحنا خلفها, ديما مغرب وديما وطن عربي. تحياتي لكم, اسلام عليكم.